الخمسة وربع رجعنا لكم في ساعتنا الأخرى من قايلين مرحبا بالناس كل اللي خلطت علينا توا انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا ولا على الراديو ميد tunisie.com. كالعادة في ساعتنا الأخرى نحكيو مهرجانات وجميع العروض تلقاوها بالملعب البلدي بنابل. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على البرمجة الرسمية لمهرجان نابل الدولي تتسويت في الفستيفال. الفستيفال بعد مخاض عصير. منتصر قاسم مرحبا بك. مرحبا سلامة حلوة بعد المخاض عصير دي. مخاض عصير هكا ولا حلو؟ هو هو مخاض عصير اذا كان تحكي او نيفو اورغانيزاسيون وي او نيفو بروغراماسيون تعرف اللي تعدينا برشا حاجات واللي اثرت على البرمجه وبدلت برشا حاجات في البرمجه علي. هذا هو تقريبا اي سورتو معناتها خلينا نقولوا المشاكل اللي صارت من الاول من المتوقع انه تاثر وهذا اللي صار هكا ولا صحيح. تعطلنا شويه تقلقنا شويه تعبنا حتى نفسيا ونيفو بروغراماسيون خاطر خدنا تاع 7 اشهر تحت منها بارتي كبيره كنا محضرين برشا عروض موسيقيه وبرشا عروض مسرحيه كنا سنا اون تاب سيغ 25 سبيكتاكل معناتها اكثر من العاده. كنا في بين في العاده احنا 18 عرض سنا في بيننا حضرنا اكثر من 18 في حدود 25 عرض ما بين عروض موسيقيه عروض مسرحيه لكن للاسف عاودنا رجعنا للريتم تاع 18 عرض وليس كنا نعرفوا علاش وفما عروض طاحت مش مشكله حاولنا عوضناها وحاولنا حافظنا زاد على بعض العروض معناتها بعد رجعنا للمنتجين اللي فريمون كانوا متفاهمين استربي احنا ما اخرناش برشا عليهم وخلينا كلكو دات وفما عروض اللي تبدلت ومازال لي سيتورا وتكون فما اضافات اخرى مازلنا نجم تكون فما اضافات نيغوسياسيون علي ميساج خلينا نقولها ديفيتي الراديو ميت مازلنا في نيغوسياسيون مع محمي لانو ان شاء الله يجم يكون موجود ضمن البرمجه مي احنا ما نجموش نزيد نوخر معناتها يزيدوا نعطوا برنامج لكن ثم جديد نجم يكون ثم جديد موح ميلانو ينجم يكون موجود في مهرجان نابل الدولي في انتظار انه تصير مفاهمه واكيد هو المارج موجود كي نحكيه على افتتاح من 17 جويليا منتصر ولا نحكيه معناتها المهرجان يتواصل حتى لاواخر شهر اوت ثم الوقت تقريبا ثم الوقت لكن خلينا مثالش نحكيه في البرمجه اللي هبطت عروض موسيقيه وايضا عروض مسرحيه موجوده بكثرة خلينا نقوله في المهرجان نابل الدولي لكن عروض مسرحية ذات قيمة ولنجوم تونسية باش تكون موجودة في نابل. صحيح انت تعرف اللي احنا برنامج المهرجان بالاساس يكون فيه 80% عروض مسرحية و20% عروض موسيقية وهذه عادة وخصوصية في المهرجان خاطر نرجعوا لخصوصية البلاد زادة ما نجموش ننساو اللي نابل مربوطة بمهرجان نابوليس الدولي لمسرح الطفل وتربينا الناس الكل على المسرح. الموسيقى موجودة في برشا مهرجانات ومهرجانات باش نبنى زادة كيما حمامات لكن احنا عندنا خصوصية نمشيو برشا للعروض المسرحية ونحاولوا نشجعوا العروض الجديدة فما العروض المعروفة ونجيبوا زادة العروض الجديدة باش الجمهور يجي ويكتشف العروض الجديدة كيما عزيز الجبالي هربا عزيز الجبالي ثم تحفة محمد علي التونسي ثم جديد ثم جديد في العروض المسرحية أكيد. وهذا معناتها مشينا فيه البروجي هذا خاطر واجبنا مش نجيبوا العروض الكبيره والمعروفه برك فما عروض كبيره اللي يقبل الجمهور فما عروض الجمهور مازال ما يعرفهاش وما يجمش ديبلاسي لتونس باش يتفرج مثلا على بلدي في ولا في مدينه الثقافه ولا يمشي بلاصه كيما صابر سيزار مسرحيه اهوا مثلا باش تكون موجوده نهار 2 اوت اي فما محمد علي التونسي فما عزيز الشبالي فما معز التومي اللي عنده توا تقريبا 3 سنين معز التومي غايب على مسرح نابل لمين مهدي مسرحيه جديده المتعليك مسرحيه جديده نحن مع عشاق لمين مهدي من عرض جديد ومبدع فيه لمين مهدي احنا ما نجموش الناس كنا ننكروا من لمين مهدي طبعا ملك الكوميديا في تونس هذا مؤكد يدوم على ذلك اخترناه يكون في اختتام المهرجان هذه حاجه تفرح الناس كلنا توا اكيد وزاد ثم برشا عروض مسرحيه اخرى كيما جعفر القاسمي حومه العزيز مسرح الشاب بنابل باش يكون موجود كما جرت العاده يظهر لي اكيد مسرح الشاب ما نجموش نحكيو على مهرجان نابل وما يكونش فيه مسرح شاب مسرح منصف قرد معناتها اذا كان نقولوا مسرح في نابل هو المنصف قرد دايور احنا المسرح البلدي نتاعنا اسمه مسرح المنصف قرد اللي هو كان عنده فضل كبير سواء في نابل ولا في تونس وكان عنده فضل حتى على مسلسل اللي تربوا عليه اجيال الخطاب على البيت وسيد احمد بعمود اللي تم تكريمه السنه الفارطه بسفير الكوميديا معناتها في نابل لانه راجل خدم برشا وقدم للمسرح عمره وشقاه وتعبه معناتها ما نجموش ما يكونش موجود مسرح الشاب
كيف كيف زاد ما نجموش نقولوا اللي احنا ما عندناش انتاج. احنا المهرجان نتاعنا تعود يعمل انتاجات هذيك، هذه ثاني تجربه، ومشينا في انتاج مسرحي بدا يعني في بوليميك صغيره اللي هو سراق في البلديه. نستدعى الناس الكل بيجيو يتفرجوا ويكتشفوا المسرحيه هذه سراق في البلديه، خليهم يجيو ويشوفوا شما جديد في الحكايه هذه. به بالنسبه لهذا الحب الراب موجود، ما الراب موجود، نلقاو جانجون نهار 20 جويليا، نلقاو زادة نوردو باش يكون موجود نهار 4 اوت، يعني الى جانب الموسيقى والافتتاح. خلي ساعه الافتتاح انا جايين احكينا ساعه على اختيار جانجون ونوردو منتصر قاسم. بون نوردو اوكي سكسي سنة، جانجون اختيار جانجون من مغنيين الراب في تونس، ما علاش تم اختيار جانجون في حد ذاته؟ هو خليني ساعه نقول حاجه، راه احنا كي كتبناها في جانجون راهو في عادي معناتها نكتبوا جانجون جانجون جانجان، المهم توصل الانفورماسيون معناتها ماهيش حاجه خطا في خطا مطبعي. تو سامبلومون احنا عندنا سنين ما كانش موجود الراب لانه ما كانش فما، ما نحبش نقول اسامي كبيره، ما كانش فما موسيقى تجم تكون موجوده في مهرجانات من نوع الراب يجم يكون موجود للشباب والعائلات. اليوم جانجون عنده موسيقى بنينه، الناس الكل تبع فيه، عنده كيف كيف معناتها اودينس كبيره برشا. النوردو ما نجموش اثناء ما يكونش عندنا عروض موسيقيه وشبابيه للراب. كان لاحظ اثناء مثلا ما عندناش مزود، ما فماش لانه عندنا فن شعبي بعدنا شويه عليه ونعاود نرجعوا له مره اخرى، هذاك واش معناتها يكون فما تجديد. جانجون عنده زاد جديده، عنده برشا موسيقى، موجود في برشا مهرجانات، مش علاش ما يكونش في مهرجان نابل. بلكي كان مش يكون موجود في مهرجان نابل، وبدينا في نيغوسياسيون كانت صارت لكن ما نجمناش نكملوا نتواصلوا فيه. عنده برشا خدمه وبرشا ديدات وربي معاه، وحاجه تفرح اليوم اللي ولا عندنا فنانين في الراب نقشوا طريقهم وعملوا اسم كبير، خلينا نقول حتى انترناسيونال، وبلتي هذه فرصة باش نبارك له لأنه ولات عنده ماركة باسمه هو، هذه حاجة تفرح من الكل. نوردو كيف كيف اكتشفناه في التمثيل، اكتشفناه في الموسيقى، حاجة تشرف أن يكون موجود في نابل. يعني ما نجموش من نمنع الشباب زادة جينيراسيون اللي طالعة جديدة اللي تواكب في هذا، لازم يكون عندهم نصيب الأسد زادة. هذا ممتاز ومهم. أنا سميته رهان، توافقني الرأي وإلا لا، كي نقولوا أحمد الرباعي هو من سيفتتح مهرجان نابل الدولي، هل تعتبر أنه في شخصك يعني كمدير مهرجان نابل الدولي أنك رهنت على افتتاح؟ شوف، هو ما نقولش رهنت، هو جات العادة أنه احنا نعمل افتتاحات بعروض ديجان، خاطر الافتتاح جنرالمون يجيو برشا ناس يحبوا يكتشفوا البرمجة الكل حتى من المسؤولين. وديما نعاود نقول من دورنا احنا كمهرجان وكلجنة تنظيم انه نعطيه فرصة للعروض الجديدة اللي طالعة. يعني كنت نجم نعمل افتتاح بعرض كبير بعرض ضخم، لكن هذا ما يعاونش الشباب اللي طالعين. انا احمد الرباعي من الاصوات اللي تعجب الناس الكل، من الاصوات الشابة اللي طالعة، فرصة كي تعطيه افتتاح، علاش ديما نعطيه الافتتاحات للفنانين الكبار؟ نحب نعطي لأحمد الرباعي افتتاح فرصة وتتزاد في السيزون تاعو افتتاح مهرجان نابل. طبعا ما نقولش رهان بقدر ما نقول متاكد انه الجمهور هو صوت، راهو صوت يعني صوت فني، صوت غنائي ممتاز جدا احمد الرباعي، مستقبل فنان كبير برشا. اي صحيح، يعني وحتى كي تبدا تبع فيه في ليزيميسيون وتبدا تبع فيه في تصريحاته، انسان مثقف جدا، فنان يرتقي لدرجه انا نجم نقول له غدوه احمد الرباعي يجم يكون من الاسامي العالميه الكبيره، اللي علاش ليه ما نكونوش احنا من الاولانيين اللي نعطيو افتتاح. خاطر انت تعرف عليه انك تعطي افتتاح واختتام هذه مش سهله للارتيست، فما فنانين يجي يقول لك نقص لك في الكاشي نتاعي واعطيني افتتاح ولا اختتام، يعني يلوجوا فيها. طبعا احنا لا، يزلنا نبذوا اللجان اللي طالعين ونعاونوهم، وهذا دور ديما نقول المهرجانات بالاساس. به اخر نقطه نحكيو فيها منتصر قاسم، اسعار التذاكر تتراوح بين 15 دينار 25 دينار، هذا ما هما الأسعار اللي باش تكون موجودة. ناس تقول أوكي معناتها في المتناول، ناس تقول لا، ما هذا ملعب بلدي يكونوا نجموا يرخصونا شوية. شنو تقول أنت بالنسبة للنقطة نتاع الأسعار؟ يعني مثلا كي نلقاو عروض مسرحية ب 10 و 15 ألف، نلقاو عروض ب 15 و 20، ونلقاو أدفاع عروض ب 50 دينار، ظهر لي ما نجمش أنا نقول أسعار ب 25 غالية. طاقة الاستيعاب راهي ماهيش كبيرة برشا، لأنه اليوم عملنا جلسة أخرى هنية، وبالحق تحية لسيد رئيس المنطقة
اللي كان متفاهم برشا، ونقصنا شوية في تقطيع الاستيعاب اللي كانت مش تكون موجودة، يعني نحكيه في حدود 1600 كاراتي و400 جرادان كهواء، يعني 2000 تقطيع الاستيعاب، يعني مش تقريبا نحكيه على 2000 اللي هي الدوبل نتاع المسرح. كي تجيو نحسبوا مع الأسوام الكبيرة اللي تبدلت وغالية برشا بالحق، صحيح أسوام غالية على الآخر، لكن احنا الهدف نتاعنا ماهوش ربحي، احنا الحقيقة الربح الأساسي نتاعنا والحقيقي كي ينجح المهرجان ويخرج جمهور فرحان، هذيك الربح نتاعنا. احنا ماناش نعمل في المهرجان لصبغة تجارية، بالعكس احنا كي يخرج جمهور يقول يعطيهم الصحة، تنظيم جيد هذا هو اللي يحسب للمهرجان. صنوم ريجل واللي هو فما برشا عروض مش نكونوا احنا موجودين فيهم بالتكنيك، مهم دخول نتاع الناس، توقيت يبدا العرض في توقيته هذا مهم جدا، يعني اللوجستيك او تنظيم المهرجان كي ينجح ينجح في اللوجستيك اكثر من ينجح في جبان العروض، وهذه برشا ناس بتتر مازالوا ما ينجح جوستومون تنظيميا لوجستيا من ركائز نجاح المهرجان، تنجم تجيب ستار كبير برشا ولوجستيا تكون ماكش حاضر، كل شيء يطيح في الماء، هذا مهم جدا النقطه هذه. بس صارت يعني صارت في برشا مهرجانات كبرى، صحيح مهرجانات كبيره جابوا فنانين ويلقاو اشكاليه في البونت، ويلقاو اشكاليه في ناس البرة، ويلقاو في اشكاليه حتى في وسط الاسباس، احنا لا ماذا بينا ان شاء الله السنه ما تكونش فما حتى مشكله كيما جرت العاده 34 سنه ما عندناش حتى اشكاليه. نحب نقول لهم راهو جايتكم عزيز علينا وجايتكم غالي علينا، وهذا ديجا هو شعار ليديسيون اسمه جايتكم عزيزه، وكي تضيف ناس بحذاك يلزمك تحسن ضيافتهم هكا ولا هذا هو جايتكم عزيزه. كل التوفيق ليك ولكافه الفريق مهرجان نابل الدولي. شكرا منتصر قاسم، يعطيك الصحه. شكرا ليك، يعطيك الصحه. تلقاو البرمجه وكافه التفاصيل على برمجه مهرجان نابل الدولي على صفحه نتاعنا راديو مات تونيزي. كانت هذه الفستيفال الفستيفال. نحن راجعين معكم بعد شوية، ولا مازلنا مكملين تو سويت بالموسيقى. مرحبا بكم الناس الكل.